أول في مرحلة أولى سجلنا عن طريق كرة ثابتة، ثم في مرحلة ثانية كرة ثابتة أخرى اللي هم من دي ديتاي، لما يكون فيما منافسين عندهم خاصة دفاع ما نقولش منظم لكن سوليديتي، لأنه الإكيب كانت نتاع مونانا كانت أونجاجي كثير على المستوى البدني وخلت حتى ديتراس لدى بعض اللاعبين تاعنا. المهم هو مباراة ذهاب 2-0 أكيد، وخاصة ما قبلناش أهداف وهذا هام جدا، لكن مباراة العودة مش باش تكون سهلة، لأنه المنافس شفنا عنده رقم 27 سريع، وشفنا اللي كون ينجم يكون عنده ردة فعل، لكن بحول الله بالخبرة اللي عندنا وخاصة بالإكسبيريونس نتاع اللاعبين تاعنا ستكون مباراة العودة خير من مباراة الذهاب، على الأقل على مستوى لونجاجمون وعلى مستوى الصلابة الدفاعية. طبعا إذا نسجل إن شاء الله ربي يوفقنا. نوعا ما مريحة بين 3-0 ما جاش مباراة نتيجة مريحة، وما تنضعون لماتش الفور فرصة فار نجدري ماتش الفور المهم أنه نجم حتى ما هوش في نهاره يسجل الهدف وما يقبلش. ما شيء ما تقبلش في كوب دافريكا، ما شيء ما تقبلش في الفريق هذا ما سير، معناتها كي نشوفوا شكون زاحم ما كان سهل، وما عادش في فرق سهلة في الأخير، اللي يظن كانوا فما فرق سهلة راهو غلط برشا. والله صحيح نصور اليوم ما قمناش بأداء ممتاز برشا، لكن النتيجة تبعتنا، كنا نجمو زادا نقومو بأداء ممتاز لكن النتيجة ما تبعكش. الحمد لله عملنا ريزولتا بايز وشي، إن شاء الله بارتي ريتور نكونو في نهار نروحو بكاليفيكاسيون، والمفيد اللي ما قبلناش بموتو معناتها في ميدان. لا ما الماتش هذايا خاطر ليكيب الكابونية تلعب ياسر مؤخرا البلوك نتاعها دبال ياسر تيل، دونك يلزمني انا نخرج باش يخرج معايا واحد من لي زاكسيو وواحد يتعدى في الظهر باش نجمو نخدمو نبدلو لي بوست نتاعنا باش نقعدو فيكس هكاك ما نجموش نتحركو.